تناولت مباحثة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر عمارة مع نائب الرئيس الغابوني فيير كلافي مانغاغا موسافو يوم الجمعة بالرباط إمكانية الشراكة في مجال البنية التحتية الطرقية. وشكل اللقاء أيضا مناسبة للتبادل بشأن سياسات والاستراتيجية المؤسساتية في مجال النقل والبنية التحتية على مستوى البلدين. أعبر عن رغبة بلادي في الاستفادة من التجربة المغربية من خلال شراكة مستقبلية تهم على الخصوص البنية التحتية الطرقية. وقال السيد عمار عقب هذه المباحثات إن اللقاء مكن من النقاش بشأن عدد من المواضيع المتعلقة بالطرق والشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في مجال طرق السيارة والتجهيزات العمومية، وأكد التوافق بشأن عدد من النقاط الكفيلة بتدعيم تميز العلاقات الثنائية.